نتكلم دلوقتي عن الفورم فاليديشن. الفورم فاليديشن هي مجموعة من الأفكار اللي احنا بنستخدمها عشان نشيك على البيانات اللي بيتم إدخالها في حقول النموذج ونتأكد إنها مطابقة للشروط اللي احنا حاطينها. على سبيل المثال، حضراتكم بتلاحظوا إن في حقول موجودة جوه النموذج بيكون موجود جنبها كلمة required، يعني مطلوبة، يعني لازم اليوزر يدخل بيانات. لو ما دخلش بيانات أنا بديله error message. حقول تانية بنلاقي مكتوب جنبها إن اليوزر لازم يدخل نص بيتراوح مثلا من 4 إلى 10 حروف. لو اليوزر دخل أقل من الأربعة أو أكتر من العشرة هنديله error message. الأمثلة اللي أنا بشرح عليها كلها موجودة في الرابط الموضح قدامكم، وكمان موجودة في ملفات الدكتور منيف من فرع الكويت. إحنا نظامنا هيكون إيه؟ أنا هحاول أوري حضراتكم النموذج وهو شغال، ونحاول بعد كده نفهم الكود الخاص بيه. أنا بستخدم موقع بيسموه compileonline.com. الموقع ده بيحتوي على مجموعة من الكومبايلرز أو لغات البرمجة الجاهزة للاستخدام، يعني أنا بنزلش برنامج عندي على الكمبيوتر، بكتب الكود على الموقع وهو بينفذه زي ما أنا عايز. حضراتكم شايفين النموذج الموضح قدامنا، هو نموذج بسيط جدا. المفروض انه هنا في تكست بوكس وفي هنا بطن. اليوزر لو ما دخلش داتا وانا ضغطت على كلمه تشيك فيلد، فالمفروض انه بيطلع له الايرور مسج الموضح امامكم. طيب لو اليوزر دخل بيانات وجينا ضغطنا على تشيك فيلد مش هيحصل حاجه، يبقى اذا البرنامج بتاعي هنا بيشيك على الداتا اللي اليوزر بيدخلها. لو دخل بيانات مفيش مشكله، ما دخلش بيانات يبقى طلع له ايرور مسج. عايزين نصمم النموذج الموضح قدامكم، فهنبدأ بكلمة form وننتهي بفورما، ونكتب النص اللي هو required field هنا required field. بعد كده عايزين نعمل التكست بوكس ده، يبقى هنقول هنا input نوعه text والID الخاص به كان اسمه req1. بعد كده نعمل الزرار ده، يبقى هنقول هنا input نوعه button، وبعدين الفاليو الخاصة به كانت check field. الفاليو مقصود بها النص اللي بيظهر على الزرار. السطر الأهم في الكود هو السطر ده اللي هو بيبدأ بكلمة onClick. طبعا حضراتكم عارفين إن ده الإيفنت اللي هو الحدث اللي هيحصل على الزرار ده، والسطر التاني دوت هو الإيفنت هاندلينج كود، يعني اليوزر لو ضغط على البطن دوت المفروض إنه بيتم استدعاء الدالة اللي اسمها not empty. الدالة دي بيكون ليها 2 argument بتقبل عنصرين، اللي هو العنصر اللي احنا هنشيك عليه ورسالة الخطأ اللي هتظهر لليوزر. طيب هو فين العنصر اللي احنا هنشيك عليه؟ العنصر ده هو التكست بوكس الموضح قدامكم. طيب احنا قلنا عشان نوصل لعناصر النموذج عندنا طريقتين، يا اما باستخدام الدوكيمنت اوبجكت موديل، يا اما باستخدام document.getElementById. طب الاي دي الخاصه بالعنصر ده فين؟ الاي دي الخاصه بالعنصر اللي احنا عايزين نشيك عليه كان اسمه id بيساوي req1. يبقى هنا النوت امتي وبعدين الارجيومنت هيكونه document.getElementById، ونكتب الاي دي الخاصه بالعنصر ده. طيب الهيلبر مسج اللي هي رساله الخطا اللي هتطلع لليوزر، يبقى المفروض ان الداله دي هتستقبل من 2 argument اللي هو الحقل اللي انا هشيك عليه بالاضافه الى رساله الخطا. بعد كده هي هتشيك تقول لو كان element.value.length، length مقصود بيه عدد الحروف اللي تم إدخالها. لو اليوزر ما دخلش داتا معنى كده إن اللينث الخاصة بالحقل هيكون زيرو، يبقى إذا element.value.length يعني طول الحقل اللي اسمه element اللي هو getElementById req1 لو كان بزيرو معنى كده إن اليوزر ما دخلش حاجة، يبقى alert يظهر له رسالة الخطأ. وبعدين نرجع المؤشر للحقل نفسه اللي هو element.focus، وبعدين بنعمل حاجة اسمها return إلى الفولس. يبقى نأكد تاني هنا إن الدالة اللي موجودة عندي ديت بتتأكد من وجود بيانات في حقل وبتقبل عنصرين اتنين اللي هو الإليمنت والهيلبر مسج اللي هو العنصر اللي احنا هنشيك عليه بالإضافة إلى رسالة الخطأ. بنشوف لو كان اللينث الخاص بالحقل دوت بيساوي زيرو معنى كده إن اليوزر ما دخلش حاجة، يبقى نديله ايرور مسج ونرجع المؤشر في الحقل نفسه. لو اليوزر دخل بيانات خلاص مفيش مشكلة، يعني احنا هنعمل return لترو. نتكلم دلوقتي عن restricting length. الهدف من التمرين هنا ان احنا نسمح بعدد معين من الحروف في حقل ما،
يعني نسمح لليوزر إن هو يدخل بيانات ما بين 6 إلى 8 حروف وفقط. لو اليوزر حب يدخل بيانات أقل من 6 حروف أو أكبر من 8 حروف هنديله Error Message. نشوف البرنامج وهو شغال وبعدين نحاول نفهم الكود الخاص بيه. لو أنا دلوقتي دخلت ما بين 6 إلى 8 مفيش مشكلة، مفيش حصل إيرور ولا حاجة. لو أنا دخلت أكبر من 8 فهيديني Error Message يقول لي دخل لي نص ما بين 6 إلى 8 حروف. لو أنا دخلت حرفين 2 يعني أقل من 6 برضو هيديني Error Message. نروح نشوف الكود. أول حاجة احنا عايزين نعمل نموذج، فهنبدأ بكلمة Form وننتهي بForm. نكتب النص اللي اسمه Username ما بين 6 إلى 8 حروف. النص موجود قدام حضراتكم. عايزين نعمل التكست بوكس ده، يبقى هنقول Input نوعه تكست والID الخاص بيه كان كلمة Restrict. عشان نعمل الزرار ده فالمفروض ان احنا بنقول Input نوعه Button والفاليو او النص اللي هيظهر على الحقل ده كان اسمه Check Field. يفترض انه الايفنت اللي احنا بنشتغل عليه هنا هو On Click Event، يبقى On Click وده الكود اللي هيتم تنفيذه اما يحصل الايفنت اللي اسمه Click. يبقى دلوقت بيتم استدعاء الدالة اللي اسمها Length Restriction. طيب الدالة دي ليها argument بتطلب مني بيانات. الargument اللي هي بتشتغل عليها هي الحقل اللي احنا عايزين نشيك عليه والminimum length الخاص بالحروف والmaximum length. طيب الحقل ده نوصل للبيانات اللي موجودة فيه ازاي؟ انا قلت لحضراتكم عندنا اسلوبين، يا اما بنستخدم الدوكيمنت اوبجكت موديل يا اما بنستخدم document.getElementById. طب الID الخاص بالعنصر اللي احنا هنشيك عليه كان اسمه ايه؟ كان كلمة restrict. طيب عدد الحروف اللي احنا عايزينها ما بين كام وكام؟ ما بين 6 و 8. يبقى المفروض اول ما اليوزر بيضغط على check field البيانات دي بتنبعت للدالة، بينبعت لها اسم الحقل اللي هنستبدله بكلمة element وهينبعت لها الستة والتمانية. بعد كده المفروض ان اليوزر بيدخل داتا، فاحنا هنعرف متغير اسمه يوزر input مثلا وناخد فيه القيمة لليوزر دخلها. يبقى هنقول element.value مثلا اليوزر دخل 10 حروف، يبقى العشر حروف هتنحط جوه المتغير اللي اسمه يوزر input. وبعدين نروح نشيك على length بتاعها. هنيجي نقول لو كان اليوزر input.length دي تنقري ازاي؟ تنقري اللينث الخاصة بالفاليو دي، يعني مثلا هم 10 حروف يبقى المفروض ان اللينث بتاعها هيكون 10. لو كان العشرة اكبر من او بتساوي المينيمم، طب هو المينيمم كام؟ 6. هل العشرة اكبر من او بتساوي 6؟ نعم. طيب الرمزين دول معناها and، يعني لازم الشرطين يتحققوا. احنا بنقول ان النص لازم يكون اكبر من 6 واقل من 8، يعني لازم يحقق الشرطين مع بعض. لو حقق واحد منهم هيديني ايرور. يبقى اذا العشرة اكبر من الستة. طيب هل العشرة اقل من التمانية اللي هو الشرط التاني؟ لا، يعني معنى كده انه ما تحققش الشرط. يبقى نروح لجزء الخاص بالالس، فهيدينه هنا ايرور مسج ونطلع له رسالة بنقول له بليز انتر التكست ما بين مين ومين؟ ما بين المينيموم والماكسيموم. طب فين المينيموم والماكسيموم اللي هم 6 و8؟ وبعدين نرجع الفوكس، يعني نخلي المؤشر في الحقل تاني وبعدين نكمل الشغل. نفترض ان اليوزر دخل بيانات ما بين الستة والتمانية، يعني دخل 6 حروف، فحنيجي هنا نقول ان اللينس بتاعنا بيكون 6 هي اكبر من او بتساوي الستة والستة اقل من التمانية. كلام مظبوط. يبقى المفروض return true، يعني ما تعملش حاجة لانه مفيش مشكلة. يبقى احنا عايزين نأكد تاني ان الدالة اللي موجودة عندي بتقبل حقل نص مع رقمين بيمثلوا أقل وأكبر عدد من الحروف المسموح بيها، وبعدين تشيك هل النص اللي اليوزر بيدخله ده بيحقق الشرط ولا لا. لو حقق الشرطين دول مع بعض، إن النص أكبر من الأقل وأقل من الأكبر فيهم، يبقى المفروض إنه الكلام سليم. طيب إزاي أخلي اليوزر يدخل عدد معين من الحروف؟ يعني عايز أخليه يدخل 8 وفقط. لو أقل من 8 ما ينفعش، لو أكبر من 8 ما ينفعش. هنغير هنا، بدل ما يكون المينيمم 6 نخليها 8 والماكسيمم نخليها 8. يبقى أنا هنا بجبره إن هو يدخل 8 حروف وفقط. التمرين الثالث من التمارين على الفورم فاليديشن
بيتعامل مع القوائم المنسدلة أو الدروب داون ليست أو السيليكشن ليست. المفروض إن أنا عندي هنا قائمة منسدلة بتحتوي على مجموعة من الاختيارات اللي اليوزر المفروض إنه يختار واحد منهم فقط. خلي بال حضراتكم إن الاختيار الأول بيعتبر دليل لليوزر يساعده يختار إيه، وفي نفس الوقت أنا بستخدمه علشان أضمن إن اليوزر ما يختارش غير واحد من الاختيارات اللي موجودة في أسفل القائمة. لو اليوزر اختار الاختيار الأول وضغط check field فالمفروض إن أنا أطلع له error message. لو اليوزر اختار أي عنصر من العناصر التانية فما فيش مشكلة. طيب نفهم هي اتعملت بالكود إزاي. طبعا احنا عندنا نموذج هيبدأ بكلمة فورما وينتهي بالفورما. نيجي لكلمة selection الموضحة قدامكم، ادي selection. الدروب داون ليست اللي موجودة عندي هتبدأ ب select ونكتب ال ID الخاص بيها اللي احنا مسميينه هنا selection. size بيساوي 1 معناها انه اقصى عدد من الاختيارات اللي هتظهر لليوزر هو 1 فقط، وبقية العناصر هتكون مخفية، يعني لازم اليوزر يستخدم السهم دوت عشان ينزل للعناصر. نيجي للاختيارات اللي متاحة لليوزر. هو عندي هنا 4 اختيارات بنكتبها عن طريق كلمة اللي اسمها option ونكتب الvalue. الvalue في حاجتين، فيه نص بيظهر لليوزر وفيه نص بينبعث للسيرفر. لو حضراتكم شايفين مثلا CA وWI وXX ده النص اللي بيظهر لليوزر، يبقى إذا CA وWI والXX ده النص اللي بيظهر لليوزر. لكن القيمة الفعلية اللي بتنبعث للسيرفر أما اليوزر يختار مثلا CA هي حرف السين، لو اختار WI يبقى هينبعث للسيرفر W، لو اختار XX يبقى هينبعث للسيرفر LX. طب لو اليوزر يختار please choose يبقى هينبعث للسيرفر please choose. الفكرة هنا ان احنا هنشوف القيمة اللي هتنبعث للسيرفر ايه ونطلع رسالة على حسبها. يبقى هنا دلوقت لو اليوزر اختار الفقرة او الاختيار الاول من الدروب داون ليست فالمفروض ان انا بديله error message وخليه يرجع للقائمة تاني. نيجي هنا للزرار اللي اسمه check field هنقول input type نوعه button والنص اللي بيظهر عليه هو كلمة check field، ونيجي نكتب الevent والevent handling code. فالevent الخاص بيا هو onClick، الevent handling code هو الفانكشن اللي موجودة فوق. الفانكشن دي بتقبل حاجتين اتنين، اللي هو العنصر اللي احنا عايزين نشيك عليه او اللي هي الدروب داون ليست بالاضافة للايرور مسج اللي هتظهر لليوزر. طيب العنصر ده نجيبه ازاي؟ عن طريق document.getElementById. ال ID الخاصة بالدروب داون ليست كان اسمه كلمة selection. طب ورسالة الخطأ اللي هتظهر لليوزر هي please choose something. طيب الاتنين دول هينبعتوا لمين؟ للدالة اللي اسمها made selection. الدالة دي هتشيك لو الفاليو اللي اليوزر اختارها كانت كلمة please choose، يعني معنى كده انه اختار الاختيار رقم واحد، هنديله الايرور مسج اللي هي الهيلبر مسج ونرجع الفوكس للدروب داون ليست مرة تانية. طيب لو اليوزر اختار اي حاجة تانية، نفترض انه اختار الاختيار رقم اتنين، يبقى الفاليو اللي هتنبعت للسيرفر هتبقى السي. يبقى هل السي هي please choose؟ لا، يعني معنى كده انه هيروح يعمل return للترو. يبقى إذن تقوم الدالة اللي اسمها made selection باختبار إذا كان المستخدم اختار العنصر الأول في القائمة اللي بيرجع الفاليو اللي اسمها please choose أم لا. لو اختاره اليوزر يبقى هنظهر له رسالة خطأ، ويعدين يرجع المستخدم للدروب داون ليست مرة تانية. لو اليوزر اختار أي عنصر بخلاف العنصر الأولاني فما فيش مشاكل. عايز أكد على كم نقطة. السايز بيحدد أقصى عدد من العناصر اللي بتظهر لليوزر، إنه فيه نوعين من الفاليوز، الفاليو اللي بتظهر لليوزر هي اللي موجودة ما بين option وoption، والفاليو اللي بتنبعت من للسيرفر هي اللي بتنكتب جنب كلمة value.